انا عارف فوق اعمل اللي انت فيه شويه زهقتني حرام عليك انا مش هسيب بيتي ومش همشي بس انا هفوقك من اللي انت فيه انت بتفكرني انا يا حيواني فوق بقى نفسك شويه انا تعبت بقول لك ايه انا داخل انا ناخد هدومي رايح الشغل ماشي يا ماشي مع السلامه ايه ده ثلاثة جنيه فيها كان معايا ثلاثة جنيه هنا في جيبي انت يا بيت انت يا بيت ايه يا احمد في ايه في ايه نعم. كان في 3 جنيه هنا في جيب الجاكيت فيها 3 جنيه في جيب الجاكيت بتوعك ما حدش بيعمل العمايل ده الا انت انا اه انت سرقني في 3 جنيه يا احمد دول 3 جنيه ال 3 جنيه فين ما خدتش حاجه انا خلي بالك انا ما بحبش اللف والدوران والكذب ده انت لما بتلاقي فضيه في جيبي بتاخديها يعني انا ما خدتش دول اخد ال 3 جنيه اتفضل انت مالك بالفلوس دي الفلوس دي انا راح نسهر بيها مع ناس الله انت عارفه ان انا بنقعد مع ناس تقيله ما ينفعش نقلب نفسي قدامه انت مالك انت انا عايز ال 3 جنيه فين تروح تسهر بالفلوس دي وتستخسر فينا كيس السكر ما تشغل دكتنا ما يخشكيش الفلوس فين انت ربنا ما هيسامحك انا ما خدتش حاجه ما اعرفش طب خش دور على ال 3 جنيه عشان ما نمدش ايدي عليكي يلا 3 جنيه وسنتين 3 جنيه ايه بقى؟ طب يلا انت بتقفلي الباب يا بنت لا لو فتحت هنضربني يا بنت افتحي يا بارده اللي ما عندك اللي ما عندكيش دم والله هنضربك عايزني ماشي يا بخيل ده انت عرفتني قلت لك هنضربك انت بتعملي كده ليه؟ قلت لك ما عملتش حاجه ما خدتش حاجه ما تتكلميش معايا كده ما تكلمينيش كده تكلمي معايا كده ليه؟ بتاعتين انت عشان تكلميني كده؟ فين ال 3 جنيه يا بنت؟ ما خدتش حاجة قلت لك أنا ما خدتش 3 جنيه ولا حاجة ما حدش بيعمل العمايل الوحشة دي إلا أنت يا بخيل أنا اللي بخيل برضه أنت زهقتني أنا اللي بخيل أه أنا اللي بخيل يا برضه أه أما علمتك الأدب أنا أما كان شغلي علموك الأدب أنا هعلمك الأدب كل حاجة تضربني بخيل برضه وإيدك طويلة وبني آدم ما عندكش دم فين يا بنت الفلوس يا بنت؟ قلت لك ما خدتش حاجة برضو فين يا بت؟ ما خدتش حاجة 3 جنيه اللي أنا خدتهم فهمني يعني ده أنا عايز أجيب أكل وأنت مش قادر تديني ومعاك الفلوس قد كده وفضولي إيه هفر بيها؟ إن شاء الله تدفعيه أنا ماشي ونيجي تدوري لي على ال 3 جنيه عشان أنت ما عندكش ضمير أصلا برضو يا بت ما تخلينيش نمد إيدي عليك يا بت يا بت يا بت أنا ماسك نفسي لحد دلوقتي يا بت ده أنت برد أنا ماشي نور جاتك القرف بتقول ايه؟ ما قلتش حاجة بتقول ايه يا بيه؟ ما قلتش حاجة ما تخلتني نعمل معاك الغلط ما تخلتني نعمل معاك الغلط يا حيوانة يا حياة تجرف والله في ايه بقى؟ في ايه؟ ما حدش يتكلم معايا في الموال ده خلاص؟ هو في ايه طيب؟ خليكوا في حالكم انت مالكوا انت؟ يلا خش يلا يا عم ده عيسى تجرف معلش يا ماما انت عارفه اللي بابا بخيل اصبري بقى يا ماما متزعليش بتعرفي اصبري الحفلة انت انا تعبت احنا تعبتنا على كده خلاص يا ماما متزعليش بقى متزعليش حبيبتي خلاص بقى انا مستحملة عشانك والله يا حبيبتي يا ماما ايه يا حبيبتي نعم تحلي انا جعانه قوي يا ماما مفيش اكل في التلاجة خالص يا حبيبتي وبابا ما سابش فلوس نجيب اكل ولا اي حاجه زي ما انت شايفه كده وبتخانق على 3 جنيه طب انا جعانه يا ماما قوي امي شفت هشوف لك اي حاجه يا حبيبتي يا رب الاقي لهم حاجه ياكلوها بس
مفيش غير طماطمتين وكام جزره. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ اكل العيله ايه بس دلوقتي؟ البيت مفيهوش اكل خالص. ربنا يهديك يا احمد. مش عارفه اعمل ايه، اسيب البيت وامشي يعني ولا اعمل ايه؟ اكل العيله ايه انا دلوقتي؟ معلش يا حبيبتي، انا عارفه انت هتموتي من الجوع انت واخوك. معلش انت خد كل دي، انت كل دي لحد ما نشوف بس هنعمل ايه. ربنا يهدي ابوك. مش عارفه اعمل ايه، انا مستحمله صبر عشانكم والله يا ولادي. بس انا كده خلاص يا ماما، تعاليش نفسك يا ماما خلاص. والله على عيني يا حبيبتي، انت جعانه انت واخوكي. بس انا شويه كده هحاول اشوف هعمل ايه. احنا نستحمل برضه علشان خاطرك انت كمان حبيبه قلبي. حبيبتي تعالي يا شباب. الصبر يا رب، الصبر. الله يهديك يا احمد لبيتك ولعيالك. والله يا حبيبتي انا ممكن امشي واسيب البيت واسيب له الدنيا كلها، بس انا لو مشيت مش هيرضى يخليكوا تمشوا معايا، هيبهدلكم ويجوعكم. اذا كان انتوا معايا وجعانين، اما لما تبقوا لوحدكم هيعمل فيكم ايه؟ انا تعبت، رحمتك يا رب علينا. خلاص يا ماما، احنا برضو احنا بنستحمل معاكي برضو عشان هو ان شاء الله ربنا يهديه. يا رب يا حبيبتي يا رب. انت يا بيت، انت يا بيت. ايوه يا احمد، انت جيت؟ انا جيت. ده مالك بتتطوع كده ليه؟ عملت الاكل ولا لا؟ انت شارب حاجه ولا ايه الحكايه؟ وتقول لي انا رايح الشغل؟ انت كده ما رحت الشغل بقى. وانت مالك؟ انت رايح الشغل ما روحش، ما يخشك ايه؟ انت عملت حاجه نفحوها ولا ما عملتيش؟ يعني انت بتاخد فلوس بيتنا وعيالنا تروح تشرب بيها يا احمد وتسهر؟ تاني هقول لك ايه اللي انا بعمله؟ قول لي. وانت ما سبتش فلوس وتتخانق معايا على 3 جنيه. انت بيت، انت بيت، انا بنسيب لك فلوس يا بنت تكفيك طول الشهر، انت بتودي الفلوس دي فين؟ هو انت بتسمي دي فلوس يا بخيل؟ انا بخيل؟ صدق انت مش محترمه. ها؟ خلي بالك انا مكسر عظمك والله العظيم. انت بتعملي معايا كده ليه؟ يا حراميه. اه بس سبت لك الاول بعدين كلمني. بص انت عامل ازاي؟ انت بتكلميني كده ليه بس؟ ها؟ انت بتكلميني كده ليه؟ خد. انا سايبك. افتحها يا بنت، افتحها يا بنت، انا هعرفك. مش عارفه بتكلميني انا كده؟ منك لله. والله ما انا سايبك. منك لله على اللي بتعمله. نفسك الكلام. اسلب بس، اسلب بس طولك العيال. افتحها يا بنت. انا عارف اخرتك. انا هسيب لك البيت وامشي، انا زهقت منك ومن قرفك ومن اللي انت بتعمله معايا. هنعرفك يعني بس. كلميني انا كده. ها انت ليلتك سودة ومش هتروح عند اهلك الا لما تنضربي. انا عارف انت. انا زهقت منك يا بخيل، عرفت منك خلاص. انت بتكلميني كده ليه؟ ها بتكلميني كده ليه؟ رد عليا. بتكلمي معايا كده ليه؟ ها؟ تعال. أنا عارف. أنا اللي هنعلمك الأدب، تعال. يلا. عارف آخرتها معاك. أنا عارف. اوعى اوعى. فوق بعمل اللي أنت فيه شوية، زهقتني حرام عليك. أنا مش هسيب بيتي ومش همشي. بس أنا هفوقك من اللي أنت فيه. أنت بتزقني أنا يا حيواني. فوق بقى، فوق بقى لنفسك شوية، أنا تعبت، تعبت. ضرب ومد ايد، زهقت زهقت على طول. ما بتعملش غير كده، انت همجي، انت مش راجل. لو انت راجل ما تمدش ايدك عليا بالشكل ده. الراجل يصرف على بيته وعلى اولاده، ما يعملش كده خالص. انا مش راجل. فوق لنفسك يا احمد ولبيتك يا احمد، هتخسرنا خلي بالك. ما تخافيش، مش هنيجي جنبك. معلش فعلا انت فوقتني. انت لو ما كنتش عملت كده معايا كنت ضعت فعلا. انت بنت اصول واصيله، ولو واحده غيرك كانت مشت مش هتستحملني. معلش حقت عليا، انا عارف اللي انا غلطت فيك وقصرت معاك. انما من النهارده كل الايام اللي جايه مش هنسيبك كل لحظه وكل خير وكل سعاده. ما تزعليش مني. المسامح كريم. سامحاني خلاص يا احمد. فوق بس، اهم حاجه لبيتك ولادك لحسن. هتخسرني انا وولادك.
اهم حاجه انت مسامحاني يعني؟ سامحك يا